سعيدة من خلال هذا اللقاء من حلقة جديدة من وتر عربي أن أرحب من داخل الأستوديو هنا على هذه الضفاف وهذا النهر الخالد بضيوف أكارم زينوا هذا الأستوديو بالعبق والود والورد والمحبة. الأستاذة عفاف شعيب، أنا سعيدة بأن أكون في معيتك وحضرتك في هذا المساء على ضفاف هذا النيل الخالد. أهلا بك وأهلا بأهل السودان، السودان الشقيق. أستاذ عاصم البنا، أهلا، أنا سعيدة بحضورك من داخل استوديو وتر عربي. أهلا بك أستاذ سلمى وأهلا بالأستاذة عفاف شعيب. أستاذ عفاف، أنا طبعا عايزة أسأل عن الأعمال القادمة، يمكن مسلسل الكيف واحدة من الأعمال اللي أنت شغالة عليها، فياريت تحدثينا عن موسم رمضان تحديدا وعن الإنتاج اللي بيكون أكثر ضخامة وزخم من بقية المواسم. يعني هذا العمل الآن على وشك أنه يخرج. إن شاء الله مسلسل كيف، على فكرة إن شاء الله إن شاء الله، يعني زي العار كذا نفس التقل، لا يمكن أتقل حقيقي، حلو قوي ومصروف عليه بالهبل. ده إنتاج الام بي سي واللي هو الأستاذ عبد الله أبو الفتوح، وفي الحقيقة ما بخلش خالص على الإنتاج بأمانة، يعني مع مجموعة ممثلين. يعني أنا شايفة باسم سمرة عامل دور هنا، يمكن ده هيبقى أحسن دور عمله في حياته، وبالتالي أحمد رزق، يعني الاثنين عاملين، لأن الناس هتقول لك إحنا شفنا الفيلم بمحمود عبد العزيز، أحمد رزق اللي هو كان سعد في العار، أيوة ممثل هايل. الكيف اتعمل بيحيى الفخراني وبمحمود عبد العزيز اللي هو الفيلم، والاثنين ابدعوا فيه سواء الدكتور يحيى او محمود عبد العزيز، وعملوا ادوارهم بدليل ان الفيلم ناجح لغايه دلوقتي. هنا بقى المسلسل بيختلف، حتى بالنسبه لدوري انا دور جديد خالص بالنسبه لي، مش عايزه اقول دلوقتي علشان ايه، ما شويه كده شويه لا كده حاجه، لا والله دور جديد خالص. يعني انا في الحقيقة اول ما تعرض عليا الدور شرير حبه ولا لا، مش شرير لا، دي غلبانه خالص بيضحك عليها تخيلي واحده في السن ده يضحك عليها من شغاله، يعني كان موقف غريب جدا. هي الام اللي احتوت ولادها، هي كان المفروض اصلا مدرسه واعتزل، يعني قعدت خدت اجازه والاجازه طولت قوي، وفجاه راحت سايبه الشغل، قالت لا اربي ولادي عشان اطلع جيل كويس واعلمهم كويس. طبعا الولاد كل ما بيكبروا كل ما المشاكل بتاعتهم بتزيد، ففجاه جالها الام في ظهرها صعبه جدا، فعندها بنت شغاله بتقول لها ظهري بيوجعني يا مستور، تقول لها طب اسكتي بقى انا هديكي حاجه هتفوقك، قلت لها طب هاتي اختي الحقيني بيها، فبتدي لها اللي هو التريمادول، فبتاخده فبتخف فبتبقى مسهلله، فهي ما هيش عارفه هو في ايه، فاولادها يا ماما مالها جرى لها ايه، هي فيها ايه الست دي، لغايه ما بيكتشفوا انها بتاخد وهي ما تعرفش. لغايه امتى بقى؟ وهي رايحه تجيب من الشغاله الدواء الاقراص دي، البوليس بيقبض عليها، ساعتها بتعرف ان ده شيء خطر، فبتبتدي بقى تطلب من ولادها انها تروح مصحه، فبتروح مصحه وبتتعالج، وبعد كده هي بقى هنا في حرفيه الحبكه الدراميه، لانه عاده ما نرى الابناء هم يعني الماشيين في طريق الادمان، فتكون المره دي في حبكه دراميه مختلفه وايصال الرساله بشكل اعمق. لا هنا بصراحه يعني الدور كمان احمد ابو زيد كاتبه حلو قوي، ومش الدور بس، المسلسل ككل حقيقي كاتب كل الشخصيات، كل شخصيه معالجها بطريقه شكل. طبعا احمد رزق كان المفروض يبقى دكتور، هو دكتور اخوه بيعلمه الشغلانه فبيتاجر في المخدرات، فبتبقى الاسره كلها مفككه، فده انت بتعالجي مشكله موجوده في المجتمعات. صحيح. مش مصر بس. صحيح. في المجتمع العربي كله في حاجات يعني ربنا كده بلانا بيها لتدمير الامه العربيه. استاذ عفاف، يمكن انا سبق وسالت هذا السؤال في هذا البرنامج، انه ما نراه الان من فنون لا ترقى حتى لمسميات الفن، شيء ما يقدم، أنا لا أدري حتى ما هو تصنيفه، لكن للأسف يجد القبول ويجد الانتشار والمساحة، هذا الانتشار للمغيبات العقلية وما شابه، هل كلها كأنما هي منظومة لتغييب وعي الشباب العربي في اتجاه ما؟ يعني حتى اللي بنسمعه مرات أنه حد يشاركوا فيها،
تغيب على تغيب الادراك والوعي. عايز اقول لك على حاجه دلوقتي، انت لو رحت اي مستشفى والعياذ بالله هتلاقي، مش في مصر بس خدي بالك، كل المستشفيات فيها ستات بتتعالج من التريمادول، هم ما يعرفوش يعني ده وباء دخل وعم علينا، وده مخطط لتغييب الامه العربيه، للامه العربيه تتفكك، للامه العربيه يبقى عندها حاجه في مخها. يعني انا حاسه ان ده شغل، مش عارفه اقول ايه، مش عايزه اغلط او مش عايزه اقول كلام بعد كده يتحسب عليا، مخطط لتدمير الشباب، وتدمير حتى والله مش الشباب بس، حتى الكبار كمان. يعني ضرب القيم الحاكم على مستوى المجتمع الكبار يعني. يعني عشان ما يبقاش عندك حد يقول الحكمة او حد ينبه او حد يقول ده غلط. طب انت باجي بقول له يا واد ايه اللي بتعمله، لا يا ماما ما تسكتي بقى، ما انت كنت بتاخدي مش عارفة ايه. فابتدى الولد يتطاول على امه. انت برضو بتعالجي هنا ازاي الشاب او البنت تتطاول على امها من خلال غلطة عملتها وهي ما تعرفش. يعني هي الام مظلومه. وفي قيس على كده نماذج كتيره جدا، مش نموذج الام ده. يعني الام دي اللي في المسلسل منقوله من الواقع، يعني مش المؤلف ما عملهاش كده اعتباطا، لا صحيح، يعني ما عملهاش من خياله، ده هو درس وشاف ونزل وحقق وراح اماكن كتيره جدا واستعان بمسوحات وبحوث. طبعا مش كده ابدا، حتى اتناقشت كتير جدا مع احمد ابو زيد، وفي الحقيقه يعني هو ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحفظه، الدماغ كبيره يعني. فقعدت بقول له طب انا خايفه يا احمد من الدور ده، قال لي لا ما تخافيش ده، تعالي بقى اقول لك بقى. وقال لي فين بقى النماذج دي، فبقيت بصراحه خايفه لدرجه انا يعني يمكن اول مره اقول الكلام ده. بقيت في الاستوديو خايفه اشرب اي حاجه، تخيلي بقى، وخايفه اقول لحد هات لي ميه، فكنت باخد كل حاجه معايا، حتى عده القهوه، حتى عده الشاي. يعني المايه قلت لك اديك منك قبل شويه دي رفضتها، انت خايفه كنت يا اسطى؟ كنت خايفه منك بصراحه. قلت لها اديك مويه، قالت لي لا شكرا. لا لا يعني مش، لا مش للدرجه دي يعني، لا لا هي مش فوبيا، بس بقدر ما مرات الدور من الصعوبه انه يتخلص من الفنان بسهوله حياتيا. لا وعلى فكرة في برضو ناس بيعملوا مقالب في بعض، يعني كان معنا برضو واحد حكالنا قال عايزين نضحك شوية، حطوا له يا حرام 3 أقراص تريمادول في الشاي، الواد يعني بقى دايخ وبقى مش عارف وبقى يغمى عليه ويترمي في الأرض، خدوه المستشفى قالوا لا ده حد مديله حاجة مش طبيعية، تعالى يا ابني بعد ما فاق بعد 3 4 أيام إيه اللي حصل لك؟ قال معرفش، حاسس حد حاطط لي حاجة في الشاي. اصحابه فتنوا على اللي حط الحاجه وقال حطوا له تريمادول. فدي حكايه تخوف، فهماني؟ يعني برضو لازم الواحد يكون حريص في الحكايه دي. عاصم يمكن برضو في 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 نفس الاتجاه، يعني ما نسمعه الان من هي ليست بفنون، يعني مش فنون، بتجد المساحه يعني اعمال غريبه على مستوى التركيب اللحني على مستوى الكلمات، وتجد الرواج. يعني هل ثمة ما يدعو للقلق بانه ثمة خطر قادم يفكك من نسيج الوعي لدى شباب يعتمد عليه في بناء امه؟ ولربما يكون فراغ. المتلقي دوما اذا كان هو، لانه ده المستقبل الاول، اذا كان هو عنده الفراغ اللي بيتحمل فيه المسألة دي، يبقى قدم العمل مهما كان، وهو يعني عمل ممكن يكون رخيص، اللي بيشتريه واللي بيحضره هو الأكثر فراغا والأكثر يعني أسميه إيه؟ تواضعا. هو في الحقيقة برضو الشباب مظلوم، وفي نفس الوقت هم اللي ظلموا نفسهم. يعني احنا دلوقتي بنمر بمرحلة مش عندنا بس ولا عندكم بس، الأمة العربية عموما كلها تحس ان الشباب ضايع، الشباب مش عارف هو بيعمل ايه. الانترنت والفيسبوك والحاجات دي، التكنولوجيا اللي طرقت علينا دي جننت الشباب، ودي خلتهم قاعدين طول النهار، اللي يشتم ده واللي يسب ده واللي يصور ده واللي يعمل ده. بقيتي ايه العالم الغريب اللي انت عايشه فيه ده؟ حقيقي عالم غريب. طب الشباب دول ازاي تحتويهم؟ ما انت كمان لازم برضو يعني دول اعتبريهم ولادك. صح.
اعتبريهم اخواتك، اعتبريهم حد منك. ازاي تنبهي الشباب ده؟ لازم تبقى حملة من الأمة العربية كلها لحماية الشباب دول، لأن دول المستقبل. ازاي دول هيبنوا أمة؟ يقول لك علم ولد تبني بلد. بالضبط. يعني كل ما تعلمي ولد كويس بتبني بلد. البلد دي هتبقى بعد كده المستقبل مشرق. لكن طول ما هم كده قاعدين طول النهار، والفراغ اللي حضرتك بتقول عليه والكتابة، وقاعدين بس للذم والنم والفتنة والوقيعة، وده قال ودي عادت وبعدين طب وبعدين؟ يعني وبعدين بقى متلككوا على كل حاجة، وفي انشقاق في كل حاجة، ما بقاش في الترابط حتى في الأسرة، ما بقاش في الترابط. بتحسي ده ولا ما بتحسيهوش؟ الأتهى والأمر إنه نحن كوالدين لم نعد مصادر معرفية لأبنائنا، يعني كأنما وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل التباعد الاجتماعي. تباعد، بدليل إن الأول تليفون البيت، معلش تليفون البيت الأول من غير الموبايل وغير الحاجات دي، في الصالة، في الصالة، في الصالون، في أوضة النوم، كان أي حد يكلمك ممكن ترد عليه بنتك، ابنك، أيوة يا عمو، إزيك يا عمو، إزيك يا حبيبتي، أنت عاملة إيه، وحشتيني كده، فين مامي، فين بابي كده، خد بابا، خد كلم ماما، خدي كلمي. كان في حميمية، فهماني؟ دلوقتي مفيش، كل واحد حتى الطفل اللي عمره 7 سنين معاه موبايل خاص بيه، فاللي هيكلمه هيكلمه هو بس، مفيش حد تاني هيكلمه إلا إذا كان بقى بابا عايز يسأل عليه، مامته عايزة تسأل عليه، خالته كل فين وفين لما تسأل عليه، عمه عايز يسأل عليه، وهكذا بقى في تفكك. إزاي هتلمي كل ده؟ يعني أنا بقول التكنولوجيا دي على قد ما هي كويسة على قد ما هي مضرة. صحيح. على قد ما هي كانت في الأول في البداية قلنا الله حاجة جديدة داخلة علينا، فيها ثقافة، فيها علم، خد الكويس منه وارمي الوحش، لكن كل الوقت بقى ياخد الوحش ويرمي الكويس، فكله دلوقتي بقى عمال كله يسب ببعض ويشتم في بعض، ممكن تخربي بلد بسبب الفيسبوك ده، وده اللي حاصل. دي مشكلة. يعني أنا بصراحة أنا بكره الفيسبوك ده، بكره، ما بحبوش، لأنه حاسة أنه بيدمر الأمة، بيدمر. يعني شوفي على أدفع حاجة يتكلموا يقول لك لا ده مش من حق ده، والدولة دي، أنت مالك أنت ومال السياسة، إيش فاهمك أنت؟ أنت في دولة هي اللي تقول كذا، وهي اللي تحكم، وهي تقول ده صح أو ده غلط. دي حبيبتي براها سايبة الدنيا ما دايراها وقايسة رضاي، دي حبيبتي براها سايبة الدنيا ما دايراها عايزة رضاي، وتتبسم صباح ومساها تصبر لو ضرر مساها، بتتبسم صباح ومساها تصبر لو ضرر مساها، مولاي باللطافة كساها الذوق والأدب واساها دائرة رضاي، راسي أبوها ماشية تقيلة صاحب الذوق وهاك تكميلة، راسي أبوها ماشية تقيلة صاحب الذوق وهاك تكميلة، وإن سكتت سكوتة فضيلة وإن نضوت حالات ترتيلة كايسة رضاي، We'll be right back.
لها خاني سورة تلزم بتمام عمورة دي سمحة جميلة سمحة صورة دايرة رضاي تلقاها خارج صورة الله يا جاهر نور ما بتلقاها خارج صورة تلزم بتمام عمورة سمحة جميلة سمحة صورة عايزة رضاي أصل أرحام حفاصلاته في المعاد تقيم صلاته أصل أرحام حفاصلاته في المعاد تقيم صلاته ما بتزعجني بطلباته وإن قعدت معايا حلاته 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 دي حلاته وكايسر حلاته 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 ودي حبيبتي براها مجاهرة الفنان الفنان بلونه السياسي أو انتمائه الحزبي أو ميوله لجهة ما هل هو شجاعة أدبية فنية ذكاء قياسي أم ربما ليس بصي الفنان مواطن أنا بعشق بلدي وبموت في مصر وبحب تراب مصر لكن ما احبش حد يتكلم على بلدي ساعه ما حد يتكلم على بلدي اقول له لا طب تعالى بقى من حقي ان انا ارد وانت من حقك انك انت تردي صح انا اما حد مثلا يجي يقول لي ايه مثلا يا شيخ السودانيين اقول له لا انا رحت البلد دي وناس محترمين وناس كويسين وناس مثقفين وناس بيحبونا اما تروحي سوريا سوريا لا ناس كويسين وناس بيحبونا وبنحبهم وهكذا السعودية الكويت قيسي على العراق كل قيسي على كل الدول العربية انك انت بيبقى عندك انتماء عروبي انتماء للقومية العربية فهماني يعني انا لا اسمح ان اي حد يقعد يشتم في بلدي او يشتم في بلد حد تاني وبالذات لو انا رحت البلد دي فهماني ليه اني عرفتهم وشفتهم وكلت معاهم وشربت معاهم وعرفت حياتهم ازاي وعرفت تواضعهم ازاي فازاي اشتم فيهم ما ينفعش يمكن عاصم في نفس الاتجاه ذكاء التقدمه يعني هل المجاهره باللونيه السياسيه او الحزبيه او الميول او ما شابه هو يندرج في ذكاء التقدمه ام ربما هو ليس كذلك على الاطلاق هو الفنان بشكل عام شخصيه عامه داخليا وخارجيا بس كان مواطن برضو هو مواطن سيبك من حقه انه فنان لكن هو بينتمي للبلد دي نعم. فلازم من حقه يدافع عنها لو في غلط قدامه انا كنت دايما بجي ما لا ادعي اني شاعر او بكتب يعني لكن عندي خواطري فكل مره بجي يعني مصر هنا
بيكون عندي اصلا يعني نص انا كاتبه ببكي فيه اي اشكاليه حصلت. يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاعلام, يعني كنا بنشوفه في الاعلام من حرايق الى ضرب رصاص الى ما آلت اليه الامور, كان بخطنا في مكان بيسيبنا في حته كده بتاع تباكي حول انه انا عايز اشوف مصر ام الدنيا فعلا, انا عايز اشوف مصر دوما في سلام. مصر ربنا سبحانه وتعالى حاميها وحافظها, وعلى قد ما في ناس بتدمر لكن في ناس بتعمر. والله انا كمان ايدي في ايدك, يعني في حاجه من بعد اذنك انا اخذت وقت كثير في الكلام. احنا خدنا وقت لكن الكلام جميل والله بوجودكم اكيد. انا في حاجه, في ناس بتسوق لسوء لتسويق صوره التعايش الجميل ما بين الشعب السوداني والشعب المصري والحلاوه الطبيعيه اللي ما بيناتهم دي بالبلدي كده. لا لا لا, احنا على فكره ما بنسمعش الكلام ده, بدليل ده بتاع الفيسبوك بتاعك قعدت ود وقعدت حب ومن الصبح عمالين نضحك مع مدام اماني وست البنات ومع اسمها ايه قمر الدين ولا اسمها ايه لم اسمها ايه مياد قمر الدين. يعني كنا في جو حلو كده تحس فيه حميميه تحس فيه يمكن يعني شويه نطلع من المحور ده لجانب اخر. الفنان حينما يكرم ويوسم ويرمز, أنت أستاذ عفاف نلت العديد من يعني التوسيمات والتكريمات وأنواط الجدارة, ماذا يعني للفنان أن يقال له بكل محبة شكرا؟ والله يعني كل تكريم باخده ده وسام على صدري, ومش ممكن أي حد يكرمني إلا إذا كان شايف أن أنا أستحق هذا التكريم, فده بيديني مسؤولية صعبة جدا وحافز قوي جدا أن أنا أكون الأحسن وان انا اقدم الاحسن وان انا على قد ما اقدر اساعد اي حد يطلب يد العون مني او يقول لي انا عايزك تعملي لي كذا او ساعديني في كذا. انا ما بتاخرش عن اي حد, يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيسخرني في حاجات او بيحطني في مواقف بقول له سبحانك يا رب, يعني الحمد لله, يعني ببقى سعيده جدا وراضيه جدا ان في كل مرحله في حياتي بيبقى في حاجه معينه, فانا ببقى سعيده جدا بالتغييرات دي او بالحاجات اللي بتطرق على حياتي. يعني ساعات بكون يعني جاني مثلا تكريمين الاسبوع اللي فات ما روحتش, طب قلت طيب يعني الحمد لله اتكرمت بما فيه الكفايه وكل تكريم خدته ده وسام على صدري, طب وبعدين هفضل الشهادات دي والتكريمات دي والحاجات دي متعلقه كده, طب وبعدين انا اقول عايزه التكريم من الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك دنيا واخره يا رب جميعا ان شاء الله يا رب. سفيره للنوايا الحسنه, ان تكوني في مكان ما وبلد ما سفيره لنوايا الناس الحسنه, سفيره لاحلامهم في درجات اعلى من الانسانيه ومراقي افضل من الحق والفضيله, ماذا يعني مثل هذا الوسام ان تكوني سفيره في هذا الاتجاه؟ مسؤوليه كبيره قوي وصعبه ومسؤوليه مش سهله, يعني ناس فاكراها بتقول لك ايه يعني سفيره نوايا حسنه, لا هي علما انه الاختيار نفسه اختيار مصاحب بمشروطات ومطلوبات لان يختار الشخص ما سفير للنوايا الحسنه. لان هم عارفين السي في بتاع كل حد. صحيح. كل فنان او فنانه, يعني هم مش بيدوك اعتباطا, لا هم عارفين انا بعمل ايه, وبتحس ان في ناس بتبقى مراقباكي او عارفه اقول لهم انتوا عرفتوا المعلومات دي منين. يعني انا ساعات اروح في الخفا مثلا ملاجئ ايتام محدش يعرف غير ربنا سبحانه وتعالى واصحاب الملجأ نفسه, طب انتوا عرفتوا منين مثلا, او اروح مثلا عند دار مسنين طب عرفتوا منين, فالاقي كلهم يقول ايه انت دورك مهم جدا في البلد, انت بتعملي حاجات يمكن ما فيش حد يقدر يعملها زيك. والله مش بقول كده على نفسي ولا غرور ولا كبرياء, ما بحبش على فكرة أتكلم عن نفسي أو أقول أنا بعمل إيه, لأن أنا كل حاجة بعملها لوجه الله سبحانه وتعالى, مش بعملها لا منظرة ولا رياء ولا بقول أنا بعمل كذا ولا كذا ولا الكلام ده كله, ولكن أنا بس كأي عمل خير قاصد الله سبحانه وتعالى, لا تعلم اليسار ما منحت اليمين والعكس. لا وبعدين ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, يمكن أنت أما أنا أقول كده يمكن يبقى في حافز عند ناس تبقى قاعدة تقول لك فحدث تقول لك والله ما نعمل زيها, ما نروح نزور مسنين, ما نروح نزور أيتام, ما أنت كده بتدي دور الرسالة والقيادة للفنان. أيوة الرسالة مش لازم الفنان كمان, الإنسان
احنا كلنا بشر، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ احنا كلنا خلقنا عشان احنا نساعد بعض، وكلنا نكون ايد واحده، وكلنا نكون متضامنين، وكلنا نكون ازاي ننصر ديننا الاسلامي، ازاي نكون كلنا بنحب بطننا، ازاي بنحب ربنا قبل كل شيء. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ده شيء مهم جدا. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما سار ركب او ترنم حادي. ارتداء الحجاب، الاعتزال عن التمثيل او اعتزال التمثيل او الوسط الفني عموما، والرجوع مره اخرى، هل بالضروره انه هذا تحجيم لدور الفنان في ادوار معينه ومشاهد معينه ومساحه معينه؟ اولا انا ما اعتزلتش، هو اللي حصل ايه؟ ان انا فعلا ارتديت الحجاب كويس، وجت والدتي رحمه الله عليها تعبت، فخدتها امريكا عند اخويا برضو الله يرحمه، قعدت 3 سنين تتعالج. فغياب ال3 سنين قالوا ده اعتزلت الفن. انا ما اعتزلتش، ولا يمكن بعت، لكن ما اعتزلتش الفن، وما قلتش ان انا اعتزلت. هما بقى الصحافه كتبت او في ناس تطوعوا قالوا لا دي هي اعتزلت الفن. فلما نزلت تاني والدتي توفت وكده، وابتدوا يطلبوني وابتديت اشتغل، قالوا لا دي رجعت تاني. انا ما اعتزلتش اصلا، بس انا ابتديت الحجاب يعني، وده شيء طبيعي. السؤال يعني كان انه هل ارتداء الحجاب قد على المستوى الفني، طبعا ده الاساس انه الانسان يقصد ربنا سبحانه وتعالى بحسن النوايا والالتزام، لكن هل على المساحات الفنيه المعتاده لناحيه انتاج الفنون بيخلي الفنان محصور في بعض الادوار المعينه؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد طبعا، مش زي الاول يعني، ولكن خلاص بقيت محصوره في دور معين يعني، ما اقدرش اعمل ادوار مثلا، مش لازم اكون احب واتحب، لا يعني دور مثلا سيده اعمال يقول لك ايه هتطلع ازاي بالحجاب؟ طب ما في سيدات اعمال كتير بالحجاب مثلا، او في يعني الصعيديه ما هي بتلبس على طول حاطه القمطه وحاطه ما فيهاش اي مشكله، الفلاحه نفس الحكايه يعني. طب انت بص الافلام زمان كلها، شوفي امينه رزق رحمه الله عليها، شوفي علويه جميل، كلهم انا ببقى مستغربه حتى وهم في اوض النوم، امينه رزق مشهد كامل بينها وبين حسين رياض الله يرحمه وهي قاعده بالحجاب في وسط الاوضه معاه، وبيتناقشوا في الحب وفي الغرام وفي الولاد، بقول ايه ده؟ دلوقتي انا لو عملت المشهد ده بالحجاب اقول طلع بالحجاب وبص بتعمل ايه مع جوزها، طلع مش عارف، ومعقوله بقى لابسه الحجاب في اوضه النوم؟ وما ده اللي بيحصل حقيقي. لكن الاوضاع حتى اتغيرت في طريقه الكلام او في طريقه الحوار. طب ليه ما ناقشتوش امينه رزق في المشهد ده زمان؟ ليه ما ناقشتوش علوية جميل وهي محجبة؟ نعم؟ يعني الجيل، يمكن المحافظة في الجيل في الوقت ده أكبر من الوقت ده، وما كان في ترامادول برضه يعني. أنا شكلك هيمسكها، أنا أول مرة أقول يا ريتني. والله يا أستاذ أنا يعني في حتة كان يعني ضروري جدا أسألها. يا ريتني ما قلت. يعني في حتة يعني برضه التمثيل في الدراما والسينما وكده سوق لانه الغرزه ومكان الحشيش وكده، انه ده مكان بتاع دماغ، والواحد بيجي ويظبط دماغه ويطلع ويمشي انت ظبطت دماغك قبل كده؟ لا. طب الحمد لله. لكن يعني انت بتكون عايز تعرف الراجل ده طلع مزاجه من هنا وكده، تعرفي يعني تسويق كلمه ترامادول لي في الاعلام للنكست جنريشن، الجيل الجاي، انه في حد ذاته كونك تقول ترامادول احنا يمكن بس يا عاصم يعني لا بس خد بالك احنا بنقول القضيه وبنقول حلها ومشاكلها يعني. نعم. اكثر من الحل لكن اظهار الجوانب الاكثر سوءا فيها. انا ما اسوق للفكره، لا ومن قالك ان احنا بنصور؟ لا مش انت، انا ما بقصد، انا ما بقصد انت، انا بقصد انه عن طريق الاشعارات اللي بتطلع من خلال ما يا عاصم يعني اظهار الجوانب الاكثر سوءا في المساله عموما هي بحد ذاتها ناقوس خطر يدق. انا استاذ عفاف لا اجرؤ ان اسال عن دور تخجل منه عفاف شعيب، لكن هل ثمت ادوار لو رجع الزمن وفي يدك ممحاه
في فيلمين ثلاثة ما عملتش فيهم أي حاجة وحشة، ولكن أنا مع كتر عرضهم ما بحبهمش، مش هقولهم إيه هم يعني. ده تسويق شفت أنا ما... لو قلت فيلم فيلم هديك 100 جنيه وانت قاعد. لا لكن لو قلت واحد هيمشي يفتحه. 100 جنيه سوداني. يا تامر في 100 جنيه هنا يعني ساعدني. نقطة. 100 دولار يلا. لو قلت اسم واحد منهم، واحد بس لو قلتي كل اللي بيشاهدوا فينا هيمشي يدور. هيروح يفتش. فلو قلت انا في رمضان هيفتشوا عليه. انت نفس نفس الاتجاه يا عاصم. الكونسبت. الفنان في مسيرته بعض المحطات مش المظلمة لكن الأقل إضاءة وإشراقا، في حياتك في محطات فنية مشابهة؟ أقل إضاءة والله. أنا هحكي لك حاجة يعني تكون طريفة شوية عشان نطلع من الجدية دي شوية كده، لأنه إحنا على النيل إحنا يا جماعة. ولو غلطت هرميك في النيل. أنت موافق؟ موافق عشان تبقى السودان. أنا في يوم من الأيام سمعت كلمة من شابة في السودان، يعني كنت مغترب في السعودية وجيت راجع السودان عشان أواصل مسيرتي الفنية. فعموما وأنا طالع من الحفلة البيت دي نفسي أشوفها تاني يعني في الدنيا دي، إن شاء الله تكون سامعانا وتقول لي أنا اللي قلت كده وحعارفة إذا غشت علي يعني. فطلعت من الحفلة آخر حاجة وأنا طالع في شباب اثنين ومعهم بيت في النص جايين ماشيين، قامت قالت لهم ما تقولوا إنه الحفلة انتهت. لا خلاص بعيد فاتت. قلت لهم كانت بمنو؟ قال ليها كانت بعاصم البنا. قلت لهم اخي عليك والكلام ده على بعد سلمة دي كده وانت سامحها؟ وانا سامحها. فقامت قلت لهم فنان العجايز ده جبتوه من وين؟ ايه فنان العجايز ده جبتوه من فين؟ انا طبعا ما رديت عليها ولا قلت اي حاجه يعني تشير لانه انا المغني اصلا. طلعت اخذت عربيتي ومشيت. لكن البنت دي انا لو لقيتها حكرمها لسبب بسيط جدا، ان هي نبهتني لحاجه انه انا كنت مركز مع جانب بتاع الحقيبه وهو فقط لا غير. من المرحله دي قررت انه انا اضيف للمكتبه بتاعتي شيء، ده كان جانب مظلم جدا انا ما كنت منتبه له. فكلمه بسيطه زي دي وصلت الى ان انا قاعد معك هنا اغني حبيبتي زينب قلبي بها معجب لانها الاحلى ولانها الاطرب. ايه هاتي 100 جنيه بعيني لما اطلع برا هاخد السيف حدي. اما هاخد السيف الشنطه لك المجد ما رميتيني عشان لما اروح السودان اخدهم 1000. والله يا ريت تشرفينا. يا ريت والله يا سودان على طول يعني يا ريت والله في السودان ما شاء الله يعني احنا ما كنا عارفين نوصل لك كيف، لكن المره دي نوريك لا ست البنات عارفه ست البنات تجيب لي من تحت قطيره. الله يديك العافيه. مصحين 2 بالليل انا والله شهاده برضه اخد سلمى يعني استاذ زعفاف رغم ارتباطاتها وصايمه ربنا يتقبل منك يعني الله يخليك. خلاص يعني هي يعني انتظرت كثير يعني كثير عشان احنا نقعد القعده الجميله دي في ضيافتها في مصر وانا والله جدا سعيد يعني انا من اول اللقاء قلت انه انا من احد كبار معجبيك كبار دي بمعنى عمر يعني وانا والله سعدت جدا حقيقي يعني انا حاسه ان انا في وسط عيلتي او في وسط اخواتي او في وسط بيتي وبتكلم مع صاحبتي ومع اخويا فحاسه ان انا مش في غربه وحتى بتكلم عادي يعني 100 جنيه انا بختم عدهم جنيه عدهم. انا والله عايز اهدي لها زينب حبيبتي زينب دي عايز اهديها لها بصفه خاصه زينب الشهد والدموع قلت لي بره ده اختيار موفق جدا في خواتيم هذا اللقاء يا عاصم. طب يلا انا سعدت جدا بهذا اللقاء على ضفاف هذا النيل الجزلان على هذه المدينة القاهرة بكل الصعاب والقاهرة الساحرة القاهرة الساحرة أم الدنيا برضو فيها السيدة زينب السيدة زينب سيدنا الحسين وسيدة نفيسة رضي الله عنهم وأرضاهم وكله يسهر سيدنا الحسين يسهر على كيف أنا سعد بهذا اللقاء أيما سعادة الأستاذة الفنانة الكبيرة عنقاء الدراما المصرية والعربية الأستاذة عفاف شعيب. أنا سعد أيما سعادة بهذا اللقاء الذي حلمت به طويلا وها هو الآن عبر شاشة قناة الشروق حلما على أرض الواقع
وعلى ضفاف النيل. شكرا جزيلا. يا حبيبتي انا سعيده بك جدا، وحقيقي وشك البشوش والضحك الجذاب. شكرا. سعدت جدا بيكي وسعدت بكل الموجودين، والاستاذ عاصم صوته جميل حقيقي، يعني من الاصوات اللي اتمنى ان انا اسمعك على طول ان شاء الله. انا هاجي هات ال 100 جنيه واديني هديهم لك يا عم لما اطلع بقى. ده ايه الذل ده؟ والله لا اديهم لك، انت 100 وهو 100، يلا لا تزعلوا. استاذ عاصم وانت سليل آل الادب والفن في السودان، كنت خير سفير للسودان في هذه المشاركه عبر وتر عربي، كانت معادل ومكافئ موضوع جدا لهذا الجمال في مصر العربية عبر الأستاذ عفاف شعيب. شكرا جميلا لكرم المشاركة. شكرا لكم أنتم لإتاحة هذه الفرصة الرائعة وأكثر من رائعة، جملتها أستاذتنا كما جملتها أنت وأخت سلمى أيضا. وأنا يعني أتمنى والله دوما يكون هنالك جسور تواصل ما بين كل الشعوب، شرقا شمالا جنوبا غربا. التواصل ده هو نوع من التوادد ايضا. أيوة صح. وهو توصيل لمعاني كثيره جدا. نحن نعم ربما المثل بيقول والفن كمان بيجمع، خد بالك اللي سبق كل النبأ. انتوا سبقتوا في الدراما وفي في الاعلام، ف وانتوا سبقتوا بايه بقى؟ احنا عندنا اللحمه. اللحمه الخرفان. اذا عندنا خرفان. اذا ختاما تحيه لاهل السودان اصحاب المبادرات والشعارات القياديه على مستوى الانسانيه والاخلاق والكرم والعلم والثقافه. فمنذ القدم كانت القاهره تكتب، الخرطوم وبيروت تطبع، والخرطوم مدينه قارئه وملهمه وشاعره. أنا في ختام هذا اللقاء يعني لا أملك إلا أن أشكر الشكر الجميل كل المشاهدين والمتابعين وفريق العمل الذي عمل بدأب ومحبة ومجهود في سبيل إخراج هذا العمل بهذه الصورة المشرفة والمحبة إلى الملأ. كل المشاهدين ومتابعي قناة الشروق، شكرا جميلا لكرم المتابعة. أنا دوما صدقا أتمناكم بخير. حبيبتي زينب قلبي بها معجب، أنها الأحلى ولأنها الأقرب، فوجهها قمر وشعرها غيهب. زينب زينب تمشي كأنها بانا، عيونها قدر والنهض رمانا. لم أدري ما تلك، هل تلك إنسانة أم أنها شيء متفرد المذهب. يا زينب زينب غنيت أغنية لزينب السكر، صبية رقصت لربيعها الأنظر، مثل الفراشة فوق غصينها الأخضر. شفاهها عسل شفاهها عسل شفاهها عسل شفاهها عسل شفاهها عسل. أهنا 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 لمن يشرب. زينب زينب
زينبي مهلا رقيلي مفتوني يموت بولهين بالحاج بالنوني هل أنت واحدة من حورنا العين أم أن رب الناس حباك بالأطيب يا زينب 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 ممشوقة القد مكحولة الهدم في طرفها فتن ملكت بها قلبي كادت تضيعني أنقذني يا ربي أحيا بزينب بل أموت في زينب 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 فلتتعبي قلبي أو تسلبي لبي فلتسلبي لبي أو تملكي حبي فلتملكي حبي فأنت يا حبي محبوبي الأقرب يا زينب 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 مفتون بدلك الغطي وإذا الحرير في أبا بجسمك البطي حبا به بعضي يغار من بعضي فأظل مشتاقا لوجهك الكوكب يا زينب زينب زينب, زينب